رانا في يوم تحسيسي مع المتعاملين السياحيين الاقتصاديين اللي هما وكالات السياحه والاسفار ولايه تبسه والفنادق السياحيه. هذو المتعاملين السياحيين احنا اليوم بصدد تحسيسهم ب مش ما نقولوش الزاميه بل بضروره تحديث وعصرنه وسائل الدفع واستخدام مختلف البروتوكولات المعمول بها حاليا لدفع مستحقات من طرف الزبائن باستخدام الدفع الالكتروني TPO او الوسائط الحديثه الاخرى، وهذا لما فيها من فائده لهذا المتعاملين الاقتصاديين او الزبائن على غير ذلك، وهذا كله داخل في تحديث قطاع السياحه وايضا تطويره والذهاب الى التجاره الالكترونيه اللي اصبحت الان ضروره لا بد منها، ولا بد من هذه المتعاملين الاقتصاديين السياحيين انهم يعملوا بالوسائط الالكترونيه الحديثه. التحسيس باهميه تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني وفي تفعيل الاتفاقيه المبرمه بين وزاره البريد والمواصلات ووزاره السياحه والصناعه التقليديه. اليوم في قطاع السياحة اجتمعنا بالمدعمين الاقتصاديين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية قصد شرح أهمية استعمال هذه الوسائل، خاصة أنها موجودة ومتوفرة لدى بريد الجزائر وتوزع بالمجان على مستوى جميع المتعاملين الاقتصاديين مهما كان النشاط الذين او الذين ينتمون اليه. اليوم ابتدانا في قطاع السياحه والصناعه التقليديه وستعمم هذه العمليه على مستوى باقي النشاط الاقتصادي التجاري، وحاولنا ان نشرح لهؤلاء المتعاملين في قطاع السياحه اهميه ومزايا وفوائد استعمال هذه الوسائل اي وسائل الدفع الالكتروني. concernant le paiement électronique, à savoir le TPE et le QR code. À la mesure où tout ça, le TSF m'a mis en place, le Mansara Sakir, le Sakir, le Zard, le Sierra, le Dal, le Jizaïr. Quand fait le Nikash, le Moutamim, le Tissadirin, le Ashab de Kalat, le Sierra, le Ashab de Fanadir, طلبنا من بعض النقاط وين طرحوا انشغالاتهم. فيه بعض الانشغالات اللي طبعا ان شاء الله نوصلوها للاداره العامه لجنه الفياج، وين قمنا بامضاء اول عقد تاع الكيو ار كود على مستوى ولايه تبسه واظن على المستوى الوطني. العمليات سوف تتوقف يعني 31 ديسمبر. الشيء اللي مطلوب باش نديريو في هذه العمليه الكبرى، لانه لا الا ما درناهاش اليوم عن طيب خاطر بعد تولي تفرض علينا يعني اجباريا. ما دام مازال الحال الناس تروح تستفسر على مستوى بريد الجزائر او تستفسر على مستوى مديريه التجاره او على مستوى السجل التجاري.